ده عبد العال. رضا عبد العال ده حبيب قلبي، مثير للجدل طبعا، وآراءه آراء انا مش مصدقه شفتك عم تبتسم. انا بحب رضا عبد العال، وهو انسان طيب جدا، ومحبوب جدا، ومفيش حد بيكرهه، حتى الناس اللي بيختلفوا معاه، لانه هو دمه خفيف الاول، عنده طريقه في شرح آراءه شعبويه جدا جدا، تمام. قريب من الناس. يوسف الحسيني، يوسف الحسيني مذيع شاطر. ابو تريكا. ابو تريكه خليه اخوانيه، انا بلغه المصريين معرفش هتبقى مناسبه ولا لا، ده اصفراوي، واحد اصفر، واحد اسود من الداخل واصفر من الخارج، عنده ضحكه صفرة وخليه اخوانيه. اعتقد انه اللي يختلف على ان ابو تريكه اخواني فهو جزء من المؤامره. ابو تريكه الاخوان اعدوه وجهزوه مع مجموعه اخرى من اللاعبين معروفين انه يبقى في كوادر اخوانيه في اوساط الجماهير. ابو تريكه اللي موجود في قطر دلوقتي، اتصور انه في ناس كتير بتحبه كلاعب كوره، حريف على راسي من فوق، لكن لما تصطدم حرفنته بالكوره بالوطن بمبادئ بكل ما اتذكر ابو تريكه وجابر بتسقف له، هو بيسقفوا له كلاعب كوره مش كانسان، هو من جواه مترتب ومتربي على انه يكون اداه في ايد هؤلاء. فابو تريكه ده خليه اخوانيه اعتقد من الخطوره بمكان انه الناس تبص له على انه لاعب كوره فقط. مخطئ من يظن انه لاعب كوره فقط. الشخصيه التاليه اللي هنشوفها ما هقول لك اسمها، عاوزك تشوفها، اخد هيك ردة فعلك سريعة. أوكي. بص معايا. ده ايلي كوهي. ده واحد رقيع. ما انا مش هتكلم، سايبك ده انت. واحد رقيع، ده واحد ملوش قيمة، ملوش اهل، ما عندوش مبدأ، ما عندوش اخلاق، كاذب، يعني مش عايز اقول الالفاظ اكتر من كده قدامك احتراما ليكي، لكنه ده المفروض لا تلوثوا شاشتكم بيه اصلا. ايه اللي خلاه يكتب اللي كتبه ويروج على عنك خبر وانت مالكش دعوه فيه وبريء منه؟ يعني ازاي تجي الجرأه يحكي عن لسانك حاجه؟ لا، ما هو ده الدعايه السوداء اللي كنت بقول لك عليها في بدايه الحلقه، انه بيختلق امور لا علاقه لها بالواقع. انا 2016 عرفت على زياره رام الله. رام الله صح. رحت على الحزب على مؤتمر السابع لحركه فتح بدعوه من الرئيس الفلسطيني، وطلعنا من الاردن وتعرفي محمود، وطلعت من الاردن على معبر الحسين ودخلنا بعربيه السلطه الفلسطينيه ورحنا حضرنا المؤتمر ورحنا القدس، وانا يعني ارضينا طبعا. رحت القدس وصليت في المسجد الاقصى مع وفد، وعندك على كل المجموعه من الصور. لا، مجموعه مش كان معايا الاستاذ مكرم محمد احمد، وكان معانا وزير الخارجيه السابق عرابي، كان مجموعه يعني من الناس. بس وانا ايه موضوع التاشيره يعني؟ فخور بهذه الزياره، لم تكن، انا بقول لك انا رحت بزياره بدعوه من السلطه الفلسطينيه، لا توجد لا تاشيره ولا باسبور موجود، مفيش، بدعوه رسميه منهم، وخلصت ورجعت وحطيت صوري انا وفرحان بالصوره، حاططها على فيسبوك لمده 3 سنين اصلا، وبعدين شلتها وغيرتها وغيرتها. جيت في يوم كان في ازمه في فلسطين وفي ازمه داخليه في الضفه في غيره، ف انا ومراتي ماشيين في النادي، فبقول لها والله انا رحت المكان ده وكذا وكذا، فبجيب الصور فعجبتني حطيت الصوره على الفيسبوك في بوست، وقلت انه الارض الفلسطينيه كذا والقدس كذا، يعني بستذكر ده. هو شاف الصور، هو لانه غبي، لانه وضيع، لانه رخيص، فاول ما شاف الصور قال لك ده جه على القدس، يعني هو شاف الصور، هو ما يعرفش لانه ما عندوش المعلومه ان انا كنت من 2016، فراح حاطط الصور وقال مطبع جديد من الاعلام المصري، واهلا بك، واهلا بك في اسرائيل. طبعا الناس اللي ما شافتش الصور القديمه قال لك يبقى راح اسرائيل، قال لك وقدم على تاشيره واحنا وافقنا عليه بعد مراجعتها، لان راجل يعني معانا، يعني معنى الكلام، وان في ناس صدقت. انا في ناس اصدقائي قابلوني قال لي انت رحت امتى؟ هو انت موجود؟ هو انت بتطلع هوا ولا مسجل؟ في ناس بتصدق. لما رحنا رام الله ودخلنا القدس، محمود عباس قابلنا قال ايه؟ قال لا تحرمونا من زياراتكم،
فأنتم تزورون السجين لا تزورون السجان. السجان. فبالتالي دي مجاهدات رخيصة. وأنا بقول للناس على فكرة، أنا بقول لك أهو وبقول لك في برنامجك، الناس اللي بتقول ما تزوروش القدس غلطان، لأنه هو عايز يحرمني من القدس. هو لو فتحنا زيارة القدس لكل الناس المصريين والعرب يا ريت، هيحصل إيه؟ هيحصل ارتباط بين الناس وبين القدس. لكن أسيبها وأوعى تروح هناك، سيبها للإسرائيليين. ما هو ده